قناة شباب نت نيو. والسلام عليكم. لفظ الفنان أحمد أزناك أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يوم الثلاثاء 7 مايو بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير عن عمر يناهز 63 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وعبر العشرات من الفنانين الأمازيغ قبل لحظات من خلال تدويناته بصفحاتهم الفيسبوكية عن حزنهم الكبير بسبب فقدان أحد أهم الوجوه الفنية الأمازيغية. وكان الفنان المغربي أحمد أزناك المعروف في الأوساط الفنية الأمازيغية يجتاز وضعا صحيا حرجا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وجد نفسه وحيد يصارع المرض بالرغم من مساره الكبير بالمسرح والسينما، حيث شارك في أدوار مختلفة في أفلام ناطقة بالدارجة المغربية وبالأمازيغية. تجدر الإشارة إلى أن أحمد أزناك ولد بالعكاري يوم 3 يونيو 1956، وشارك في مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة بالأمازيغية وبالدارجة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.